الخير شحال؟ 68 بالصحة والراحة. 68 الإخوان مرحبا بالصحة والراحة، يعني 3400 درهم الإخوان بالصحة والراحة. شحال باش جيتو؟ 70 3500 درهم. شحال عمي باش خرج الخير شحال؟ شحال باش جيتو؟ 51 بالصحة والراحة. لا خروف خروف، هذا إخوان راه خروف سبليوني يا الإخوان. إخوان السلام عليكم، وكنطلع لكم من السوق ديال قصب التادلة بتاريخ 10/6/2024. صراحة لقيت مشينا شوية بكري تقريبا واحد 5:30 ديال الصباح، راه كنا في السوق تما، يعني كان الجو باقي مظلم، وشنات هذوك الأجواء ديال الناس اللي كيدخلوا الغلم، يعني صراحة واحد الصعوبة واحد الصعوبة. كاين بعض المرات الناس كيتزلفوا لهم الغلم بهذا المفهوم هذا، كاين اللي تيكونوا أربعة الناس خمسة، ولكن بعض المرات كتخرج لهم شي بهيمة. الصراحة راه صعيب صعيب الناس فاش تيجيبوا الغلم للسوق، بالنسبة فاش تيصنكوا عليهم ويدخلوا راه كاين تقريبا شحال من باب. أنا راه باقي الحال الإخوان حاولنا نصوروا، وبالنسبة للسوق نتوما حكموا، أنا ما غنقول لكم لا رخيص لا غالي. هذا الفيديو راه كامل صورناه من الباب، هذا الفيديو الأول إن شاء الله، والفيديو الآخر غادي يكون من داخل ديال الرهبة. يعني شفتوا الأمور كيفاش كتم الإخوان، الناس كتيدخلوا راه حولية لا هربات، راه تقريبا بعض المرات يعني كتمشي لي مع الغلم. الله يحسن العوان لكل واحد. بالنسبة للإخوان هذا الفيديو إلا ما شفتوش في الصفحة ديال بني من العيون الجالية المغربية، عارف راه ماشي الصفحة ديالنا، وبلغونا يعني لاصطو شي واحد هزو، ما عليكم الا تصيفطوا لنا لاباج ديالو وحنا غنديروا معاه اللازم مع الاداره ديال الفيسبوك. هنا كيتسمى محتوى مكرر، يعني معاود، يعني كتقولي عنده مخالفه. يلا الاخوان، وما تنساوناش ديما باللايك وبالتعليق، راكم عارفين تيكون شويه تمارة في هذا الشيء، والديبلاسمون راه ما ساهلش باش انت تدي بلاصه لبلاصه اخرى ويجي واحد يهزك فيديو ساهل. كاين اللي ما عارفش دابا، فهم يعني ما عارفش بان راه لا هز فيديو حطو راه محتوى مكرر، تيهزو باللوغو بكلشي المسائل ديالو. يلا خليكم مع الفيديو وبلا ما نطول عليكم. خرج الخير خويا شحال؟ 70 اخويا 72 بارك الله صحة وراحة. انا الاخوان 72 الف ريال 3600 درهم. كيدير السوق لداخل؟ كلهم عام انطلاقة. داك الشيء اللي كاين. الله يحفظك الله ينورك الله يحفظك. ني شحال قلتي ديتي بشحال؟ 117 الاخوان باش خرج هذه الخيره. وبالنسبه لهذه الحوليه شحال قلنا السيد؟ شحال قلتي لي؟ 74 سنان الحليب؟ لا 100 74 الاخوان. كيداير السوق اليوم؟ شويه ها؟ شويه خير موجود؟ خير موجود لكن التلفزيون ياك؟ اه داك الشيء اللي كاين. من حوليه الاخوان هذه راه ثنيه 50 2500 درهم الاخوان باش داد السيده. عرفت شنو هذا؟ 2500 درهم 41 الاخوان باش خرجت هذه، يعني 2050 درهم. شحال باش خرجوا بزاف؟ 67 بزاف 67 الاخوان، يعني 3350 درهم. الصحة والراحة. الصحة والراحة. شحال باش خديتها؟ 50 2500 بالصحة والراحة. 50 الاخوان 2500 درهم. شحال اخويا باش خديتها دخل؟ شحال؟ 75 بالصحة والراحة. يعني 3750 الاخوان 75 الاخوان باش خرجات. شحال اخويا باش خرجت الخير شحال؟ 68 اخويا شحال؟ 68 68 الاخوان 68 الاخوان، يعني 2400 درهم بالصحة والراحة. 68 الاخوان بالصحة والراحة. هاد الحولية اخويا شحال خرجت؟ 52 52 بالصحة والراحة. هذا قلتي لي 104 ياك؟ بالصحة والراحة.
مرحبا. شحال هاد الخير عمي باش خرج هادي؟ شحال؟ 78 بالصحة 68 هاكاك زكي هاكاك بالصحة والراحة. اش دايرة تنية ولا عسنان الحليب؟ عسنان الحليب بالصحة والراحة. وهادي عمي؟ بحال بحال. شحال هاد الخير عمي باش جيتي شحال؟ 99 99 تبارك الله. اش داير في السن ديالو؟ ثني اللهم بارك تبارك الله صحة وراحة. يعني قلبتو على العيب ما كاين لا عيب لا والو ها والو العيب ما كاينش هاكا تشوف الحمد لله والو العيب صح صراحة زوين والله حتى زوين لا زوين معقول يتقال ها معقول يتقال والله لا زوين بالصحة والراحة يعني 99 الإخوان شراه من عندك الساب؟ شريناه من الكساب من الكساب من البيع وشريناه غادي نزيد عليكم هاكاك يعني شريتوه من عند الكساب نيشان الله يسعدك هاكا داك الشيء اللي بحال قلتي كان عنده الجملة وحيدو لا عليه شبوه خلينا انا نخرج هاد السوق دابا كله مع من تلاقى فهمت كله مع من تلاقى الاخوان راه ما فيه لا عيب لا والو داد السيد ب 99 من عند الكساب الاخوان هذه راه خرجات ب 49 يعني 2450 درهم 2450 درهم الاخوان هذه شحال ديتها شحال؟ 62 62 الاخوان باش خرجات عسنا الحليب ياك عسنا الحليب باش خرجات الخير شحال؟ شحال؟ 72 الاخوان باش خرجت هذا اش دايره في السن ديالها سنان الحليب الصحه والراحه عمي الصحه والراحه 72 الاخوان مرحبا شحال اخويا باش خرجت خير شحال 47 الصحه والراحه مرحبا 47 الاخوان 47 مرحبا 62 62 الصحة والراحة 62 الاخوان روحني ثاني في الفيسبوك مرحبا الاخوان راه خذوا هذا السيد ب 61 61 الف ريال 3050 درهم 61 الف الاخوان من السوق ديال تاعنا هاد الحولية 61 بالنسبة 88 بالصحة والراحة 3000 درهم 3000 درهم هذه الاخوان باش خرجت وهذه الاخرى 54 و500 هذه 54 و500 هذه الحولي لا الاخوة راه خرجوا 115 الجاز الجملة ياك هذا الجملة 150 بزاف الصحة والراحة 134 الإخوان 134 بجوج هذا ولا 67 الوحدة الإخوان باش خرجوا ولا 2350 الصحة والراحة الصحة والراحة شحال عمي باش خديتي هذه شحال؟ شحال باش خرجات؟ شحال باش جيتوها؟ 75 75 بالصحة والراحة 75 الإخوان لا لا زينة تبارك الله بحال مولاها لا ديال ديال لا لا زوينة تبارك الله الصحة والراحة العمراني محمد
40 اخويا. دير لنا لايك ياك. والله يلي ديما هو يلي تعاود على العقول كل شيء. الله يحفظك. شحال ديال الخير؟ 45 اخويا. 45 لا زوينه تبارك الله. كاع اللي حنا راه عجبنا نزيدوا هذه صغيره. الصحه والراحه. وليا ما كاين على اللايك ياك. لا والله سي ديما. اه ياك ما تنكذبوا ولا شي حاجه. اقسم بالله شوف داك الشيء اللي تيكون لا كل شيء الحمد لله. مرحبا بك. الله يحفظك. مرحبا. مرحبا. الله يحفظك خويا. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. الله يسخرك ونروح. الله يحفظك. 54000 يعني 2700 درهم الإخوان. 2700 درهم. بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. 26 الإخوان. أنا سي عدري الدراويش. 26 يعني 1300 درهم. 1300 درهم الإخوان. سعود وسبعين. سعود وسبعين الإخوان يعني 3950. صحة وراحة. 110 110 يعني 55 الوحدة الإخوان باش خرج. إخوان غنخليكم مع هذا الفيديو الأول اللي غنحطو ديال الباب. وبالنسبة لإخوان هذا الفيديو إلا ما سطوش الصفحة ديال بني من البعيو الجالية المغربية عرفوا راه مهزوز لينا وراه كنديروا اللازم معاه بالنسبة للإدارة ديال الفيسبوك وراه كتولي عنده مخالفة. والإخوان إلا سطو شي فيديو ديالنا مهزوز ومحطوط من غير البارتاج حاولوا تواصلوا معنا باش نتواصلوا مع السيد ونفهموه القانون ديال البارتاج وكل واحد يجي يخدم على راسو الله يسهل عليه.